كده. طيب دقيقة يا جماعة، في واحد بس معلش بس اصبروا لي شوية. يا هدى، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم يا غوالي. يا جماعه، يومين دي سامع ضجك في الميديا، جبير مع العصريات شايف ليه حنان فاضح لايف لا تتكلم، فور وما ادراك ما الفور، وزغاوه وما ادراك ما الزغاوه، ومساليد وما ادراك ما المساليد. يا حنان احترمي نفسك، ما تقلي ادبي، لمي نفسك، انت ما راجل، انت كنت تمحي في الكلبه في الميديا، تمام؟ شباب اتمنى رسالة لخليجتي عشان ما تبعد الكلمة في ميديا، ويا خاصة يا شباب الفور، انتوا قاعدين تطبلوا تحت. يا حنان انت ملكة، عيب اللي انت كسوم كسوم الفور من اللي دارفور، انا مش فوراوي، كسوم الفور من اللي دارفور، انت بتطبلوا بتكبروا البيت دراسة ملكة، وكسوم ملكة شنو؟ في ملكة اسي؟ وين ملكة هي؟ وش شكلها مجبزة ملكة شنو؟ كلها دار كريمات وكسوم بتاع ملكة شنو؟ والله ده كان ملكة، انا لقيته هنا والله بحرق بنزين واسم حطب والله ملكة شنو؟ ما تقولوا تسيبوا قسومه بتاع، انت كان عندك غير الوطني ما في حاجه بتطلعك من دارفور غادي بوديك برا، وانا ما اعرف انت قاعد وين، في السويد ولا قاعد في فرنسا ولا، انا المهم انا ما اعرف انت قاعد وين، ما في حاجه بتطلعك من وطنك بوديك برا، عشان كده بطل اللواطه وبطل الملكه بطل القحم. وانت يا حبيبي كل التحيه لك، والله ما ممكن واحد ينبسك وانت تسكت، لا انت تضيف قسومه ما تجي من النهايه، اخذت حقك كامل، ولا ما بنلعبش لا ما بنحذرش، بنركب للطول هاي في كونه بالملكة يا جماعة، ما ممكن انت واحد ربي تسكت، انت قاعد تقضي حقه بكسوم متوالي. وانتوا يا شباب الفور هوي بنتكم ده مسكوها عليكم دموه، انا ما انا احنا ده مسلمني انا كفوراي، احنا ده مسلمني انا ما بنكر قسوم مذات، انا بنكر حطب ما بمسلمني انا، تمام؟ وبالنسبة لأولاد الزغاوة، أولاد الزغاوة دي لأنهم لا بنتكلم من هنا مع ريال، بنتكلم معهم كان بيبي كان غيره، بنتكلم معاه هنا بيسكت، بيجي بعد ما عندي مشكلة، أنا واثق 90%. ده كان تسكتوا الكلمه بتاعتكم ده اللي شيء حرام، تسكتوا بس انتوا ولا ما تقدر تتكلم، هنا الرجال قاعدين كيف تطلع تتكلم؟ في كل ما يلقوهم يكون الملك يا جماعه، انا متاكد 90% ولا الزغاوه دي كل الحب لهم، عايشين معهم في الغربه 6 سنين، عارفين انهم كويسين هنا، ليه حاسس عندك حاسس قبل شويه عشان سوا بعضنا، ما شاء الله عليهم ناس رجال وكلنا وقفه وقفه بتاع اخوان، وفي النهايه سودانيين وكلنا غرابه في النهايه، وكلكم بس متاكد ناس في الميديا قاعدين بيطبلوا كده، كلهم قاعدين برا السودان، الواحد الراجل اللي غير لوطنه خليه يرجع غادي يمسك سلاح يمشي يحرر الوطن غادي. ما تقدروا تنبهوا زي الكلاب كده، انتوا قاعدين بره ما قاعدين في السودان انتوا كلكم، في كل من القهوه يا جماعه ماني كم تنفع، كلكم انتوا واحد، كان فور كان زغاوه كان مساريد كلكم واحد، انا متاكد كلكم اتفقتوا اتقادفتوا خليت كلكم بقيتوا بس خليتوا ايدكم مع بعضكم كلكم، والله بتحرروا البلد ده كلكم، هسه عندي الحركه كلهم قاعدين في المعسكرات كلهم لايقين يا جماعه، وانتوا قاعدين بره قاعدين تشربوا المويه البارد وتخشوا من النت وكده وكده، تقعدوا تسيوا وتقولوا دعم انتوا، والله جعلنا غادي مع العمر متعارين، انتوا ما جايين خبر الله، قالوا زي ما بشعر لي بالمرض حقه، ناس غادي معانين معانا قاعدين نت اتصالات ما في، وناس ما شغال، انت عارف حرب داسي له 3 شهور، وانت تقول تكحب عليك تكحب علينا برا تقول تسيبه وقسم بتاع، شوف يا حنان وي سكري طاقتك دي ما تقول تنبح زي الكلب في الميديا، رجال قاعدين ما تقول تتكلم، وكل الحب وكل التخدير وكل التحيه لشباب الزغاوه، وكل الحب والتخدير والتحيه لشباب المساليب، وكل الحب والتخدير والتحية جوزو بس لشباب الفور جوزو الوعيد، واما جوزو انت مع حنان دي ما عندي لهم حاجة، قسمكم مني ليه غادي ما عندي لكم حاجة، نلاقيكم فين انا قلت لك بدفنكم وبزيدكم بنزين، العنصرية ما بتنفع يا جماعة، العنصرية ما بتنفع، انت من زمان كنتوا ايه تقعدوا تتمرقوا للجماعة، حسي يا دوبي خلاص بعد ما البلد كتمت انا هنا ده حق انا ده حق انا، لا ما اتحق انت كده كده ماشي، انت ما قال انت عارف انت بتشيل تجيبوني انت بعدين، ربك وزعلك بعدين بقول لك وين بدك وين كده، بزعلك من نفسك بس انت، فين كده يا جماعة هوي، كنا من العنصرية وخاصة الشباب الفور قاعدين بيتبروا لحنان تيز، أنا متأكد حنان ده في ناس قاعدين بيشحنوها ما برا مستحيل يطلع برا وكده يقعد ينبح زي الكلب، أكيد في ناس بيقعدوا بيحرشوها، وأنتوا يا شباب حاولوا أول شوية يا شباب هوي، أنتوا قاعدين تقولوا تتبروا لحنان ده هاي حنان أنت ملكة حنان أنت كده، أول شوية يا جماعة هوي هوي أول، وبالنسبة لأولاد الزغاوة دي أنا والله بنتكلم معاهم عادي بيسكتوا الرجال، خاصة الرجال دي أنا هنا كانوا يا حنان تكلمنا معاهم بيسكتوا ما عندي مشكلة هم، لكن أنا ما ممكن واحد ينبسني وانا اسكت، لا 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 ما تسكتوا انتوا نهايه زغاوه اللي بينبسكم تنبسوا طوالي، انتوا ما عندهم خشم انتوا بتعرفوا تربسوا، ما في زول في الدنيا ما بيعرف يربس يا جماعه، الشتايم ده اي ناس بيعرفوا بيشتموا، لكن اي زول شنو محترم، المحترم يحترم طبعا يا جماعه هوي، المحترم يحترم، اي زول ما بيحترم ده عديه في قصومه طوالي ما تجي من نهايه، عشان كده يا جماعه هوي امسكوا بنتكم ده عليكم ولموا عليكم. هاي وشكرا لكم وكل التحيه والتقدير لشباب الزغاوه، وكل التحيه والتقدير لشباب المساريب، وكل التحيه والتقدير لجزء بس من الشباب بتاع الفور الوعي جزء الوعي، اما جزء ما وعي انت تبع حنان دي انا ما عندي اي حاجه دي،
وكل التحية لكم. تسلموا كتير يا غوالي. شكرا. طيب ده الولد ده رسلوا لي هو طبعا الفاظه يعني شوية كده بس يعني في عدة كده شوية. الدور الجاي اللفظ ده شوية كده خففه هاي لأن أنت في التواصل الاجتماعي. أنا طبعا جبت صورته لا ممكن كان أجيبه صوت لكن جبت صورته عشان الناس ذاته بعرفوه ده فلان وفلان عديل ذاته عشان ما في تزوير بتاع وده الرد اللي احنا دايرينه لكن بس شوية كده بس يعني زودت المهلبية شوية كده خفف شوية لو مرقوا 10 نفر زي ديل كان بيسكتوا وزي كلامه الزغاوة اللي احنا بنتكلم معاهم لايف واحد بس كان بسكتوا ما بدل بيتكلم فكونه اليو بي اف ولا بغيادة عبد الواحد يزلق لنا حنان وحنان تمشي تجيب الجلابة وتجيب الجنجويد دير تربح شنو يا زول هوي بلد كلها خربانة يا زول الجو الجيش ذاته بقى طابور خامس فهذا موضوع كاكا المهم بس زودت المهلبية شوية شوف الزول الثاني قام رد قال شنو رد ذاك الرد ذاك الردود الماء يعني هو رد كده بس ده أصي زود المهلبية شوية الدور الجاي خفف شوية يعني سب لأهله وسب لنفسه ذاته المهم لكن في واحد كده تشوف المفارقات هنا تشوف المفارقات هنا واحد قال لي زعلان الزول ده زعلان طبعا مع الكلام ده الكلام ان احنا بدل قاعدين هنا اخير نكونوا نجيبوا مع اهلنا لكن لا انا اقول لا لا والله شغله ده بمشي لحرب اهليه لا لا ما هو الزول ده شايف كده انه انا ما ممكن اخوي مثلا يجيب لي الفقر وانا اسكت برشه بابله لما نتكيف 10 نفر بس زي ده لو بلوا النار زي ده طب زي ده والله العظيم بكره كان قال لا اطلع ما يطلع طيب 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 في واحد رد هنا برضو لكن رد حزيل 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 ايوه انا برفع يا دوب ما يتكلم في بيته يتكلم في عبر التواصل الاجتماعي صح؟ ما لازم نرفع له في واحد رد هنا رد يا اخي والله ما اعرف رد سياسه ما لقيته والله ما لقيته فتشته لكن ما لقيته في واحد وده زغاوة رد هنا برضو طيب انا غايته ما جاي في الميديا عشان اروح لي زول ولا اتكلم في الكراهية ولا العنصرية يعني لا بصراحة لانه انا ما شايف ده اصلا في شيء زول برود الو لكن بصراحة انه داير اتكلم شوية كده دايما كلام اللي بيقولوني سادة بتطلع من الاطفال ودايما كلام اللي بتطلع من الاطفال بتطلع من الرجال اي بتقال في الدرع وبيجي بيتصاد في البيت يعني شنو بمعنى الواد كده ورا حنان هنالك رجال يعني حنان ما له واحده الثلاثه الكميه من اللايفات استمعت شديد ركزت شديد لهذا يعني في دعم شديد يعني في دعم شديد لحنان من كميه من الناس لكن كده انا عندي اسئله بسيطه جدا بس هل في صوت في السودان هل في زغاوي ولا مصلاتي مثلا بيمتلك طائرة مثلا هليكوبتر هل في زغاوي مثلا ولا مصلاتي عنده انتنوف مثلا بقوم من خرطوم هناك بجي بضرب في دارفور هل مثلا في تاريخ السودان ده كله في مصلاتي ولا زغاوي مثلا مش هيتبع لغرية من قرى بدارفور وهرج وقتل الناس مثلا واغتصب البنات مثلا وشرب الناس مثلا هل مثلا مصلاتي ولا زغاوي مثلا بس عفوا كده يتنى على واحد مثلا بقول من الفور ده وحجره مثلا مش دخل في معسكرات التانبيو هل انهم دقتوا الفور ومش مثلا دخلوا في مناطق بتاع فور وشالوا صوتهم مثلا هل انه يوما ما بس بفورس كده مش قاعدوا بأراضي بتاع فور مثلا دي ما مشكلة تعال الأسئلة الثانية أمسك من الفاشل انت تعال طويلة أمشي غور طويلة أمشي أم بغور أمشي أم حراس أمشي أم جوا جبل تاقية لغاية أمشي جبل سي بارد تومي كاورا عبد النبق لغاية دوك أبقابية جوا أريد ده كان زمان كله بس كنا من فور من قبل 2003 أريد ده كله بس كنا فور لكن سؤال الموضوع إنه من هو اللي هجر هذه الفور من هذه المناطق الهما عصبه الليلة في ماسكرات تنجو إما في أبوجة أو في نفاشة أو في كلمة أو غيره من الماسكرات الثانية السؤال الثاني
امسي بوي من الباشر وانت تعال بطريق امشي شرفاي امشي بركه امشي وين تقادم لغاية دكور مجوة لغاية ثاني درة وإنك تندلتي وإنك بجهب هناك عندك قفيت لغاية تدك كتم جوة من كتم انت دوب لغاية وين اللي هي ايش بقولوا لها هارة ولغاية انت ذات قاشي جوة كده اتجاه دار أراضي ده كان كله بسكون فور لكن مين العام بسكن بهذه الأراضي يعني سؤال موضوعي مثلا ومن هو اللي هجر هذه القبائل مثلا اللي هي قبائل بتاع فور الان اللي ما ذكرها بتاع النزوح اي لجوء يعني هل هذو الزغاوة او مساليت امسك طريقة الثانية انت من الفاشر دك كده لغاية دوبة جوا جبل الطيب دوبة امدة دوبة بلي وانت غاشي كده وين لغاية تمشي مرشين وحدود كده ليه كاتور جوه ليه درباج نفترض انه حتى ارديبه جوه الليله في قليل من الفور مثلا بسكن في درباج وكاتور لكن باقي اراضي ديل كله الليله فور ما في شيء طيب من هو اللي هجر هذه القبائل من هذه المناطق الى ماسكرات تاع النزوف هل هذو الزغاوه هو مصاليت امسك قرب الجبل الليله اما فور موجودين وين في زارينجا او وين او في نرتته او في مرنه لكن اراضي الثانيه ده كلها برضه 90% منها مغطله وساكنين فيها ناس ثانيين طيب من هو اللي هجر هذه الناس؟ انا ما بشمت لكن انا بس دار اعمل لك ارتكوليت لانه انت مشكلتك الحقيقي وقالوا بتاعك الحقيقي ما ذقاوه مساليت بالتالي انت اذا كان ما عندك صراع تاريخي مثلا ما في واحد من القبائل اللي مثلا جاي اعتدى لفور او شرد او كتل او اغتصب او اهتل الاراضي ده بفورس معناته انت مشكلتك الاساسي ما مشكله انه زور البهجر الان ما مشكله التاريخ وانا شايف انه ذات واحد من القباح انك انت في وقت الحالي عندك مشكله وما قادر تتكلم عن المشكله وعدو الحقيقي الموجود في الدوله انت انك بل انما تجي تخلق لي صراع كوبي وصراع جانبي ما موجود اصلا يعني. وطيب انت ومصاليد وزغاوه كده الفرق بينكم شنو مثلا يعني؟ انتوا بتجمعكم حاجات كثير جدا. بتجمعكم الثقافه بتجمعكم الجين بتجمعكم الاثنيه بتجمعكم البوتقه الجغرافيه بجمعكم كمية من تحياتنا المهمة لأنه الكلام كثير لكن كلام طبعا كان في الصميم وضرب في الإنكل ضرب ضربة من حديد لو ضرب بها جبل اللي صار تراب وأنا بحب الكلام زي ده كلام زي ده في الإنكل شردك منه والضربك منه والقتلك منه والقتل ميتين أبوبتك منه تجي تخلق لي صراع جانبي يا أخي ما هو صراع ده بمشي وين مثلا يعني وريني في النهاية مثلا يعني في أخونا في البيت قل عدبه ودائما بشاكي وامي بس بقول لنا لا يا جماعه الولد ده خلوه يا بننتحر ان شاء الله امي تجي بعد ذاك ان شاء الله ترمي البيت فوقنا ما موضوعنا ثاني بعد ده بندق من طرف عرفت كلامي فما ده ما موضوعنا تمام انتصار والله انا فترت والله يا عديل صدقي الله يبدا من جميل معلش زي أخو زي خالتنا دي ممكن تقطع الله يبقى كان جميل تجي تخش لكن هسه ثاني الا بكره فترت والله ده اللايف الثاني توصل وين مثلا اخونا في البيت قال له ادبه هو ولد صغير في البيت قاعد قدر ما وبشاكلنا وبشرط ملابسنا وعمل لنا ازعاج عام بدون اي سبب انت عارف بنكسر القرار بتاع امي بنفجر ونقلب نتكيف ده بتتحصل له يعني تتحصل لشنو مثلا انت يعني الزول اللي ما بيجي بيتكلم في الجنجويد حتى الليلة الشمالي ذاته البجي بيطبلوا الحنان دي ذاته هسي غضبانين من الجنجويد اكتر لكن طبعا هم برضو يعني عندهم جنايات ولا جنايات ما اعرف من الجنجويد يعني عندهم حاجة كده من الجنجويد يعني حاجة كده كويس بجي بخرجوا صراع وقولوا الصراع ده احنا الليلة ما في دعوة والله ما في دعوة انا ما بقدر والله ما في دعوة لانه خلاص والله فترت والكرسي سخن عندي بس باقي كلام كده دار انتهي منه بتاع فاشوف اوي ما بتحصل لشيء ما تتعب روحكم ساكت
كويس. الليلة أنا حسي ما في زول يقدر يمنعني أنا ما أردم مني. ما في 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 زول يقدر حسي يقدر يركب مني، في زول يقدر يقدر يقيل أدبه؟ ما في زول دقوا سياسيا أفجغوا مني. ده مش قال حاكم خليل، أنت أقرأ رئيس جمهورية، أقرأ رئيس وزراء، أقرأ رئيس حزب عديل، فجغوا أقرأ يا أخي أقرأ قاضي أحكمه لي مني، أقرأ وزير العدل. طيب طوالي بلوك بلوك طوالي أقا ماري طوالي، أنت قالك أنا فاضي ليك، أنت قالك أنا فاضي للفيسبوك. يا جماعة أعملوا متابعة في هنايا، أعملوا متابعة في الصفحة، أعملوا متابعة في الصفحة بتاع اليوتيوب، أنزلوا تيه تلقوا اليوتيوب أعملوا، لأن أنا ناسي